السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسرتي الغالية وأسرة قناتي ابن الواحة، أهلا بكم في فيديو جديد. في فيديو النهاردة إن شاء الله كده هنغير الأسطوانة القديمة بتاعت المحشة البرسيم وهنركب أسطوانة جديدة. لو بصينا كده على الفيديات بتاعت الأسطوانة دي هنلاقي إن الفيديات لسه موجودة معانا، بس إيه الأسطوانة دي أو السلاح ده نعم معانا كده ما عادش إيه شغال كويس في البرسيم. فإحنا جبنا أسطوانة اللي هي النسر الذهبي وإن شاء الله كده هنركبها دلوقتي مع بعض. طبعا احنا ان شاء الله كده هنغيرها يا جماعة. البرسيم اللي احنا شايفينه قدامنا ده برسيم جديد، دي الحشة التانية. احنا طبعا لما زرعناها في الشتاء وكان معاه كنا زرعين معاه شعير، فاحنا لما حصدناه طبعا ايه البرايبة البيضة دي لسه موجودة اهي يا جماعة، لسه موجودة اهي في البرسيم. احنا دلوقتي لما شغالين بالاسطوانة دي طبعا ايه مش ضبطة معانا كويس، فاحنا حابين نجيب اسطوانة جديدة وهنغيرها مع بعض ان شاء الله كده. هنقلب المحشة كده ونغير الاسطوانة مع بعض. هنقلب المحشة، بسم الله الرحمن الرحيم، هنقرب كده على الاسطوانة. لو ركزنا جامد كده هنبص هنلاقي الفيديات كلها موجودة، ما فيش مشاكل يا جماعة، بس العملية ايه نعمت، يعني دلوقتي ما بتاكلش كويس في البرسيم، والبرسيم الجديد الافضل ليه ان انت تستعمل معاه اسطوانة جديدة ان شاء الله كده. بالراحة كده انا هعلمك ازاي تفك الاسطوانة دي وتغيرها لوحدك، عملية سهلة وبسيطة. هنجيب مفتاح الالنكي الصغير ده وبالراحة كده يا جماعة. لو بصينا كده وقلبنا المحشة، نجيب الكاميرا كده على الفتحة دي، كاميرا على الفتحة دي، هنلف الاسطوانة كده بالراحة كده لغاية نما مفتاح الالنكي الصغير يجي في الفتحة اللي جوه بالراحة كده. هنمشي الاسطوانة كده لغاية لما تيجي في الفتحة. خلاص كده يا جماعة اهو بيت كويس اهو. هنروح قلبين الاسطوانة المحشة قصدي، ونروح دايسين على مفتاح الالنكي. طبعا الصامولة دي في كل المسامير اي صامولة بتربط يمين كده وبتفك شمال الا الصامولة بتاعت المحشة او الاسطوانة بتفك يمين يا جماعة، يعني بتفك كده يا جماعة. اهي نجيب مفتاح 19 طبعا يا جماعة، نشوف مفتاح البوجو طبعا المكان بتاع الصامولة التاكل، يعني الاصول دي تتغير بالمره، هو بيفكها مفتاح البوجو. بس طبعا ايه يا جماعه، هي يا جماعه بص اهو 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 بتفك يمين اهو، لو ركزنا في الفيديو هي بتفك يمين، مليانه طين وقرف اهو يا جماعه. هشيلها خالص، هشيل الكوبايه دي اهي، وهشيل اللي هي ورده المسافه اللي تحت من الكوبايه، وهنرفع الاسطوانه كده. الاسطوانه دي هشغلها تاني، بس انا قلت اركب الاسطوانه الجديده عشان خاطر البرسيم الجديد اللي فيه برايبه اللي هي بتاعه الشعير. طبعا مليانه قرف، الاصول الحاجات دي تتنظف بعد كل حش يا جماعه. هنركبها اهو، هنجيب الاسطوانة الجديدة اهي يا جماعة بالراحة كده، ما تشدهاش جامد وخلي بالك عشان ممكن الفيديات دي تعورك. هذه الاسطوانة اهي يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين، هنركبها دلوقتي في محشة البرسيم. دي اسطوانة النسر الذهبي 30 سنة ان شاء الله كده يا جماعة. هي طبعا بتحش كده، هنروح قلبينها كده اهو يا جماعة، هنخلي الكتابة دي هتبقى ناحية المحش. تمام يا جماعة، بعد ما ركبنا كده هنجيب الصامولة دي، قلنا بتفك شمال بتربط شمال وبتفك يمين عكس الصواميل التانية. بالراحة كده بمفتاح البوجو. الصامولة دي يا جماعة صامولة 19، بس طبعا المفتاح مش مبيت عشان اهو يا جماعة مبيت بالعافية عشان الصامولة
ما محيه والجوانب بتاعتها متهتمه او متاكله طبعا من الحك في الرمله. انا اكد عليها بمفتاح البجو. هي عموما في ان شاء الله هي مش هتفك. هنشيل مفتاح الانكيك كده يا جماعه، هنعدل المحشه بالصلاه على حضره النبي كده يا جماعه. احنا ركبنا الاسطوانه وبقيت 100 100 ما فيش اي مشاكل. في نهايه الفيديو لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وفعل زر الجرس واشترك في القناه، وده شرف لينا ان انت تنضم لاسره قناه ابن الواحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.